معالي الوزير مينيستر بوسواف شيكوسكي، أود بداية أن أتوجه إليكم بجزيل الشكر وعميق العرفان على حفاوة الاستقبال وعلى كرم الضيافة وعلى كل ما أوحطنا به من عناية فائقة منذ وصولنا إلى هذه المدينة العريقة. وإني جد سعيد بزيارة هذه وبما أفضت إليه محادثاتنا اليوم من مخرجات هادفة ومن توافقات بناءة تؤكد على الإرادة المشتركة التي تحذونا سويا في تثمين الآفاق الواعدة لتوطيد العلاقات التاريخية والمتجذرة بين بلدينا الصديقين. ولا يفوتني وأنا أتحدث عن البعد التاريخي لهذه العلاقات أن أذكر وأن أشيد بما قدمه الأصدقاء البولنديون من إسهامات قيمة في الجهود التنموية بالجزائر، لا سيما خلال السنوات الأولى التي تلت استقلال بلادنا واسترجاعها لسيادتها الوطنية. من هذا المنظور وبناء على هذا الإرث التاريخي المشترك الذي نعتز به أيما اعتزاز، فقد شكل لقاؤنا اليوم فرصة ثمينة لإجراء تقييم شامل لواقع العلاقات الجزائرية البولندية وتشخيص سبل تعزيزها وفق نظرة طموحة تستهدف الدفع بالتعاون الثنائي والارتقاء به إلى مستويات تليق بقدرات ومقدرات بلدينا الصديقين. وبهذا الخصوص أطلعت زميلي معالي الوزير على النتائج اللافتة التي حققتها الجزائر في المجال الاقتصادي نتيجة النهج الإصلاحي والتجديدي التي أرساه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وهو النهج الذي سمح بإعادة الاعتبار للعديد من المجالات الحيوية وتفعيل دورها في خلق الثروة الوطنية، سواء تعلق الأمر بالفلاحة وبالتحديد الفلاحة الصحراوية أو بالصناعة في مختلف فروعها أو بالموارد المنجمية الهائلة التي تحوز عليها الجزائر، فضلا عن الطاقات المتجددة والنظيفة لا سيما الهيدروجين الأخضر. وأعتقد أن هذه التطورات من شأنها أن تفتح الباب واسعا أمام فرص التعاون والشراكة بين بلدينا، خاصة وأن مجالات التنمية الوطنية هاته تتوافق تماما مع أولويات التعاون والشراكة بين الجزائر وبولندا. ولا يسعني في هذا السياق إلا الإشادة بالقفزة النوعية التي حققتها مؤخرا المبادلات التجارية بين بلدينا، مع التنويه بالحركية الإيجابية التي تشهدها التبادلات والتفاعلات بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والبولنديين، حركية تظهر جليا من خلال تفعيل مجلس الأعمال الجزائري البولندي شهر ماي المنصرم، ومن خلال الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال من الطرفين، وكذا من خلال تنظيم 3 منتديات اقتصادية مشتركة خلال الفترة 2023-2024. وإذ نثمن هذه الحركية فإننا نأمل من أعماق قلوبنا أن تتعزز وأن تتوسع وأن تتوج بإقامة مشاريع استثمارية تعود بالنفع والفائدة على الطرفين. ومن جانبها ستواصل حكومتا بلدينا مرافقة ودعم هذه المساعي والعمل على توفير شروط
ومقومات نجاح هذه الشراكة الواعدة. وقد اتفقنا اليوم على برمجة الدورة الأولى للجنة الحكومية الجزائرية البولندية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني التي أنشئت بموجب الاتفاق الموقع في 2017. كما اتفقنا كذلك على تعزيز الإطار القانوني للتعاون الثنائي وعصرنته عبر ثلاث خطوات رئيسية. أولا، استكمال المفاوضات حول مشاريع الاتفاقيات المعروضة حاليا على تقدير الطرفين في مجالات الفلاحة والتعليم العالي والبحث العلمي والرياضة. ثانيا، تحديث الاتفاقيات القديمة التي لا تتناسب مع السياق الحالي للعلاقات الثنائية ومع التغيرات الجذرية التي عرفها كلا البلدين. وثالثا وأخيرا، اقتراح مشاريع اتفاقيات جديدة تهتم بالمحاور المستجدة على غرار الذكاء الاصطناعي، البيئة والمناخ، الطاقات المتجددة، الأمن السيبراني وغيرها من المواضيع التي تتصدر اهتمامات وأولويات بلدينا في المرحلة الراهنة. وفيما يتعلق بمجال الطاقة، فقد اتفقنا على تنصيب فريق عمل مشترك يسند إليه مهمة تحديد صيغ التعاون والشراكة في هذا الميدان، خاصة فيما يتعلق بالاستكشاف والإنتاج والنجاعة الطاقوية والطاقات المتجددة. أما بخصوص الملفات السياسية، فقد تبادلنا وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع، حول التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في ظل ما تتعرض له غزة من عدوان إسرائيلي متواصل أمعن في الشعب الفلسطيني تقتيلا وتدميرا وتهجيرا دون أي ردع ودون أي قيود ودون أي حدود. أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشيد بالموقف المشرف لجمهورية بولندا من هذا العدوان ومن القضية الفلسطينية برمتها، لا سيما ثباتها على موقف الاعتراف الدبلوماسي بالدولة الفلسطينية، وكذا تصويتها مؤخرا لصالح قرار الجمعية العامة المتعلق بمشروع العضوية الكاملة لدولة فلسطين. كما استمعت بعناية شديدة للمعلومات والشروحات والتقييمات التي تفضل زميلي معالي الوزير رادوسواف فيكورسكي بتقديمها حول الأوضاع في جواركم، وأعني أوكرانيا. وبهذا الصدد كانت لي فرصة شرح الموقف الجزائري من هذا الموضوع، ولا سيما خلفيات مبادرة الرئيس عبد المجيد تبون بغرض وساطة تمنت الجزائر من خلالها الإسهام في تقويض الصراع وهو في أشواطه الأولى. كما امتدت مشاوراتنا لتشمل العديد من المواضيع ذات الصلة بالتأزم الحاد للأوضاع دوليا وإقليميا. ومجمل القول هنا أن بلدينا يتمسكان تمام التمسك بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، وأنهما يلتزمان تمام الالتزام بالدفاع والمرافعه عن الدور الحيوي المنوط بمنظمتنا الأممية، وأنهما يثقان تمام الثقة أن تجاوز هذه الأزمات يبقى رهينا بإعادة الاعتبار لمنظمتنا الأممية وبإتاحة المجال لمساعيها وجهودها ومبادراتها. وفي الختام، شكل لقاؤنا اليوم فرصة لتهنئة زميلي معالي الوزير بصفة مسبقة على رئاسة بلاده المقبلة لمجلس الاتحاد الأوروبي ابتداء من العام المقبل، وكذا تبادل وجهات النظر حول الشراكة التي تجمع الجزائر بهذا التكتل منذ ما يقرب العقدين من الزمن. وقد أكدت لزميلي معالي الوزير على القناعة الراسخة التي تولدت لدينا حول ضرورة بل حتمية إعلاء أساسيات الشراكة الحقة، وأقصد بقول هذا الشراكة التي تحتكم إلى توازن وصالح الطرفين على قدم المساواة،
والشراكة التي تأخذ بعين الاعتبار انشغالات الطرفين على حد سواء، والشراكة التي تضع نصب أولوياتها مرافقة ودعم جهود التنمية الاقتصادية دون أي قيود أو شروط أو عوائق. شكرا معالي الوزير على عمق وجودة المشاورات التي عتنا اليوم، والتي أتطلع لتعميقها في قادم المحطات والاستحقاقات، مثلما أتطلع لاستقبالكم بالجزائر لمواصلة العمل والتنسيق معكم بغية تجسيد ما يحدون من طموح مشترك في ترسيخ علاقات الصداقة والتعاون والشراكة بين الجزائر وبولندا، وإدراجها ضمن نهج تصاعدي متواصل يعود بالنفع المتبادل والفائدة المتقاسمة على بلدينا صديقين. شكرا معالي الوزير.